تأخذ حالات الطلاق منحناً متصاعداً في العالم العربي تزداد عاماً تلو الآخر قياساً إلى عدد عقود الزواج لأسباب عدة، وسط قلق يتصاعد أيضاً ويؤرق المجتمعات. شهدت السعودية زيادة غير مسبوقة في معدلات الطلاق خلال العام 2022 بواقع 168 حالة طلاق يومياً وأكثر من حالة طلاق واحدة كل 10 دقائق. وفي مصر أظهر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل حالة زواج كل 34 ثانية مقابل حالة طلاق كل 117 ثانية خلال عام 2022. أما في العراق فقد سجلت 6973 حالة طلاق خلال أغسطس السابق فقط بمعدل 235 حالة يومياً. وبالانتقال إلى الجزائر تشير إحصاءات رسمية إلى وقوع 44 ألف حالة طلاق خلال النصف الأول من 2022، فيما كشفت وزارة العدل بالكويت أن 13387 حالة زواج سجلت خلال العام الماضي مقابل 8307 حالات طلاق.